شو ترد عليه؟ ليلة تقواه طق سوي لك. هذا 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 من السب الذي يكون بين الناس، يسب بعضهم بعضا ويطعن بعضهم ببعض، وهذا يدخل أيضا الآن في بعض النكت اللي يستخدمها الناس، مرة مصري كذا، مرة عراقي كذا، مرة كويتي كذا، مرة هندي كذا، هذا كله لا يجوز، لا يجوز سخرية من الناس لبلدانهم أو قبائلهم أو أسرهم، لا يجوز السخرية من الناس بهذا الأمر. وبالتالي مثل هذه يقول عرب جرب، ثاني يقول عجم جرب، كله لا يجوز هذا الكلام، تعميم على الناس بهذه الأمور لا يجوز، وإنسان يمتنع عن مثل هذه الكلمات، ولا يقبل من أحد أن يقول مثل هذه الكلمات سواء عنه أو عن غيره، والله المستعان.